نفسه خفيفه. فطلعت من السرير وجيت للباب، فتحت الباب طلعت الدنيا يمين ويسار هزات قويه، الحيطان تطايح علي، انا ساكن في الدور الخامس. رحنا الحدائق، جلست مع اخواني التركيين. اول ليله قضيتها بالمطر والبرد، وانا لابس شيء، ما في محلات فاتحه، مسكر كل شيء، ما في اكل، الناس تاكل خبز تاكل اي شيء. كنا نايمين بوقت الزلزال، كانت الساعه 4 الفجر، كنا في البيت بالطابق الرابع طبعا ساكنين احنا، فنزلنا بسرعه. هي توجهنا لاماكن تكون بعيد عن العماير، يعني ما يكون فيها عماير. الحمد لله ثاني يوم الصبح يعني استوعبت الكارثه اللي انا فيها، تواصلت مع السفارة السعودية. الحمد لله جيتهم، استقبلوني استقبال حلو وما قصروا، وفروا لي كل شيء، أي شيء تحتاجه أنت يعني مرحب بك إلى ما لا نهاية. وجالس معهم الحمد لله، وأحب أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين على الأعمال اللي قاموا بها وعلى الإغاثة. والحمد لله أنا كمواطن سعودي أفتخر أني مواطن سعودي على الشيء اللي شفته وعلى الشيء اللي قامت حكومتي به. عن طريق السفارة، اي نعم، اتصلت معاهم وتجاوبوا معايا وصاروا يطمنوا علي كل شويه.